بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم في بيان ما يستفاد من آخر آيات المواريث، ابتداء من قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله والله عليم حكيم في ختام آيات المواريث، وفي قوله تعالى تلك حدود الله. الحدود جمع حد، وهو المقدار الذي قدره الله جل وعلا وفرضه. والحدود كما يقول أهل العلم على ثلاثة أنواع: حدود بمعنى المحرمات، والحدود بمعنى المباحات، والحدود بمعنى العقوبات المقدرة شرعاً. وكل هذه الحدود لا يجوز للمسلم أن يغيرها وأن يتجرأ عليها، فمحارم الله جل وعلا لا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها. وحدود الله بمعنى المباحات لا تتعدى، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالحرام لا يقرب والمباح لا يتعدى، بل يوقف عندما أباح الله سبحانه وتعالى. والحدود التي هي العقوبات تنفذ من غير تصرف بزيادة أو نقص فيها أو تساهل، بل تقام على من تجب عليه كما وضعها الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا هوادة في تنفيذ الحدود، والحدود التي تنفذ على المجرمين فيها مصالح للعباد وللبلاد. قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا، لأن في ذلك حماية الدين وحماية الأنفس وحماية الأعراض وحماية الأموال وحماية العقول. وإذا هذه الضرورات الخمس حفظت فإن حال الناس تكون مستقيمة، وإذا ضيعت اختل الأمن و ارتبك الناس في معاشهم وفي أمنهم. ولهذا قال تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله في تنفيذ هذه الحدود وفي غيرها من الطاعات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن أطاع الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهذا قد أحسن فيما بينه وبين الله. والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أنه أحسن فيما بينه وبين الله في عبادة الله فإن الله يحسن إليه ويدخله جنات يخلد فيها أبد الآباد ويتنعم فيها. ولاحظ قوله تعالى خالدين فيها، بينما قال في الصنف الآخر المغير لحدود الله قال جزاؤه يدخله نارا خالدا فيها، جاء بالإفراد وجاء في المؤمنين بالجمع، لأن المؤمنين في الجنة يتآنسون ويتجالسون ويتحابون
وأما أهل النار والعياذ بالله فكل واحد منهم يشعر أنه وحده في النار، وأن أحدا لا يناله مثل عذابه، فكأنه انفرد بالعذاب، فلا يأنس بأحد ولا يجلس إلى أحد لما هو فيه من العذاب الأليم. ولذلك بيّن جزاء من تعدى حدود الله جل وعلا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده عموما، ولكن السياق الآن في المواريث، فالذي يتعدى حدود الله في المواريث بتغييرها بزيادة أو نقص أو حرمان لمن يستحق وإعطاء من لا يستحق، فقد تعدى حدود الله عز وجل. ومن ذلك ما ينادي به الملاحدة الآن ومن يتسمى بالإسلام من أن الإسلام هضم المرأة حقها، حيث جعل لها نصف الميراث، نصف ميراث الذكر، وهم يريدون أن يسووا المرأة بالذكر في الميراث على وجه العموم، بغير الأحوال التي سوى الله جل وعلا فيها بين الذكر والأنثى. هم يريدون أن يسووا بين الذكر والأنثى في جميع الأحوال، يعني في الأحوال التي فضل الله فيها الذكر على الأنثى، يريدون أن يغيروا هذا الحكم بزعمهم أن هذا من إنصاف المرأة، وهو في الحقيقة ظلم للمرأة، لأنهم أنزلوها في غير منزلتها وأعطوها حراما لا تستحقه، فهم ضروها وأهانوها والعياذ بالله. ولهذا توعدهم الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الجزاء من جنس العمل، فكما أنه أساء في تصرفه مع أحكام الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يجازيه على إساءته بالنار المحرقة المؤلمة، يدخله نارا. ولا يكفي أنها نار فقط، ولكن قال خالدا فيها، خالدا فيها، مع أنها نار ومعروف حالة النار والعياذ بالله، فهو خالد فيها لا طمع له في الخروج منها. وهذا في حق من يستحق الخلود فيها، الخلود المؤبد كما يأتي بيانه. ثم قال: وله عذاب مهين، زيادة له في وجوده في النار مع كونه خالدا فيها، يعذب فيها عذابا مهينا دائما أبدا، نسأل الله العافية. ولا شك أن أهل النار الذين يدخلون النار عند أهل السنة والجماعة على قسمين: قسم يكون خالدا فيها أبدا، وهو الكافر والمشرك والمنافق النفاق الأكبر، فهؤلاء خلودهم مؤبد لا طمع لهم في النجاة منها. والقسم الثاني من خلوده خلود مؤقت، وهم عصاة الموحدين المؤمنين، فهؤلاء متوعدون بالنار، فقد يعفو الله عنهم وقد يدخلهم النار، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن من كانت معصيته دون الشرك فإنه معرض للوعيد وقد يعفو الله عنه، لكن إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في أنه يخرج من أهل النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر. فهذا التفصيل لا بد منه، لأن الله قال جل وعلا هنا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. لا بد من هذا التفصيل الذي ذكرناه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.